شوف أنا في لحظة التعاقد حتى أتذكر في يوم 17 آذار الماضي ذكرت أنه هل هذا الشركة اللي تعاقدنا معها الفرع الرئيسي أم الفرع العراقي؟ شوف لاحظ الفرع الرئيسي أم الفرع العراقي، وكان السؤال مقصود، باعتبار سؤالي كان مقصود. اكو يعني ما يعني ماكو علاقة او صلة ما بين الفرع الرئيسي والفرع العراقي، ممكن الفرع العراقي يكون وهمي بالضبط، باعتبار ماكو رقابة عالمية على عمل الوكالات. وهذا ما كشفه في اجتماع ضم رئيس الجمهورية بلاسكر الدكتور برهم صالح مع السيدة جنين هينس بلاسخارت ممثلة الأمين العام المتحدة في العراق. والممثلة قالت أنه هذه الشركة إحنا لم يعني تكون ضمن المدعو، هذه مو شركة صح، شركة وهمية. طيب السؤال، يا هي الشركة كبير. البي دبليو سي لو الهاند سولتد، لا لا البي دبليو سي، البي دبليو سي في اربيل اللي تعاقدوا معها هي شركه وهميه، مو الشركه الصحيحه البريطانيه المشهوره اللي تملك مليارات والى اخره، وهذه الشركه اصلا ما مدعوه. طيب زين، انه انا كيف اتعاقد مع هذه الشركه؟ يعني بمعنى لو استمر بدون احد يكشف، بدون ما احد يعني يظهرها، لاستمر يعني التعاقد. فالله على رئيس الجمهورية اللي كشف ويا بلاس. نعم نعم، يعني التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة. طيب أنتوا عندكم لجنة أمنية، وين التدقيق الأمني؟ طيب كيف تمت الأصل أنه الأمم المتحدة مرشحة 10 شركات؟ كيف وصلت الدعوة لهذه الشركة؟ دكتور أحدثني بالمعلومات الخطيرة. لا مو أقول لك ياها هذه، إنه كيف تم يا دكتور زيد، هذه يسأل إنه كيف تم تعاقد مع هذه الشركة من دون، هل من دون دعوة أو كيف؟ طالما أنت حدث بعشرة إنه المفروض ما حد يدري أنت إلى دعوة، كيف وجه دعوة دكتور زيد؟ يعني خلينا ننتبه الناس، كيف وجهت الدعوة إلى شركة غير مدعوة؟